قال طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نتحدث في هذه الحلقة حول عملية اغتيال ضابط المخابرات قبل يومين في حي المنصور في العاصمة بغداد. يعني حقيقة تطرح الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، كيف تم رصد هذا الضابط، ومن هي الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، وما هي دوافعها، ولماذا بهذا التوقيت، خاصة تأتي بعد أيام قليلة من تغريدة زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي التي اتهم فيها أو الذي اتهم جهاز المخابرات وقال بأنه يدار من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف تم تسريب هوية الضابط وتحركاته. يعني علامات استفهام كثيرة تدور حول عملية الاغتيال. خلونا نشوف لحظة عملية الاغتيال كما رصدته إحدى كاميرات المراقبة في حي المنصور في العاصمة بغداد، ونرجع لكم. مقدم هو؟ رائد بالمخابرات. شوفوا لي اهله بس من الاسم شنو محمود شوفوا لي هسه راح يرجع يعيش منه هي اهله راح ينشزه لا مو دي ماشي لا 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 ما راح يصير عايش هنا هو بس بالمخابرات يعني ما خسر هذا تقرب بس بالمخابرات يعني ما خسر لا راح يصير عايش هنا هو بس بالمخابرات يعني ما مقدم هو؟ رائد بالمخابرات. شوفوا لي اهله بس من الاسم شنو؟ محمود شوفوا لي هسه راح يرجع؟ هسه راح يرجع عايش منه هي اهله راح ينشزه لا مو ماشي رجال وما كبر لا 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 راح يصير عايش هنا هو بس بالمخابرات هو خلونا نشوف تغريدة قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب قبل أيام على منصة تويتر، نقرأها معكم. قال قيس الخزعلي، قال بناء على ما نقلته مصادر موثوقة عن مجيء فريق أمني إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي، هناك أسئلة تطرح نفسها. قال هل وصل العراق إلى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟ يتساءل. يقول هل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات إلى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق؟ يقول أليس بأن الإمارات كلما دخلوا قرية أفسدوها مثل ما فعلوا باليمن وليبيا؟ يقول ما حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق، وما أسرع خطوات تنفيذها في الفترة الأخيرة، وما أجر منفذيها؟ قال ولا أعلم سبب السكوت أو التهاون إزاء هذا الموضوع. يقول بأن ما يجري ومنذ فترة أقل ما يقال عنه بأنه خطير ويهدد مستقبل الدولة. طبعا التخوين واضح واتهام صريح من زعيم ميليشيا، من المفترض بأنه تحت قبة هيئة الحشد الشعبي، أي تحت قيادة قائد القوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اللي هو القائد العام للقوات المسلحة، واللي هو ما زال فعليا مدير المخابرات في العراق. طبعا الموضوع أثار جدل واسع في الشارع العراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، من الصحفيين من قال، منهم الصحفي العراقي إياد الدريمي قال المقدم
محمود ليثي حسين الضابط في جهاز المخابرات قال اغتيل بأربع رصاصات في منطقة المنصور في بغداد مع زوجته. يبدو بأن كواتم الصوت التابعة لقيس وعصائبه قد بدأت تعمل. الصحفي العراقي حسين دلي قال المخابرات ضابط المخابرات المغدور ليثي حسين يعمل مديرا لقسم الإرهاب في كان يعمل مدير قسم الإرهاب في الكرخ وعمل بقوة على ملف الخلايا الإرهابية مع الكاتيوشا في بغداد. كذلك عثمان المختار قال يختالون ضابطا بجهاز المخابرات العراقي وسط بغداد يأتي بعد أيام من حملة استهدفت الجهاز من ميليشيات تابعة لإيران أبرزهم قيس الخزعلي. كذلك الكاتب العراقي قال شاه القرداغي قال فتحت مجموعة مسلحة إيران أسلحتها في بغداد واغتالت ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة جهاز المخابرات وبعد اغتياله لاذوا بالفرار. يقول العملية له علاقة بالهجمة الميليشياوية الأخيرة على جهاز المخابرات. وطبعا قبلها العام الماضي كذلك أبو علي العسكري عندما يعني رادت الكتل السياسية ترشيح مصطفى الكاظمي واللي هو كان مدير جهاز المخابرات وما زال فعليا هو مدير جهاز المخابرات كذلك خون مصطفى الكاظمي صراحة وقال بأنه متهم هو وجهازه باغتيال أو التعاون مع الجانب الأمريكي في مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. طبعا جاءت عملية اغتيال ضابط في جهاز اغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات الذي يرأسه عمليا لغاية الآن مصطفى الكاظمي يوم الأحد الماضي وسط العاصمة بغداد كمرحلة جديدة من التصعيد الحاصل منذ أسابيع من قبل ميليشيات مسلحة حليفة لإيران ضد جهاز المخابرات. مثل ما قلنا في البداية علامات استفهام ليش الآن. طبعا تتهم هذه الفصائل جهاز المخابرات بالتعاون مع القوات الأمريكية في عملية اغتيال زعيم فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي أبو مهدي المهندس مطلع يناير العام الماضي بغارة قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية بغداد. طبعا اغتال المسلحون مثل ما شفنا بالمقطع بجهاز المخابرات وهو العقيد محمود ليث حسين في حي المنصور وسط العاصمة بغداد عندما كان برفقة زوجته مساء الأحد الماضي وجاءت عملية الاغتيال بعد أيام من اتهامات وجهها زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وجهاز المخابرات ومثل ما قرأنا لكم التغريدة بالتعاون مع المخابرات الإماراتية وإجراء عمليات نقل لضباط وتغييرات واسعة وصفها بالمؤامرة واتهم فيه الجهاز بالعمل وفق توجيهات وإدارة خارجية ليست عراقية وهو ما دعا جهاز المخابرات إلى الرد بالنفي حول تلك الاتهامات وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء له. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وإلى آرائكم حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق شلون تشوف موضوع اغتيال العقيد في المخابرات قبل يومين في العاصمة بغداد؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هو أيها الخلصان من عجوم أيها الخلصان من عمي هذول هاي الحكومة إذا ما تجي يجيهم كتاب من إيران فلان وفلان أسماءهم وعجهم اللي يشتغل لهم ما لهم لازم بيه واللي يشتغل ضدهم لا هم يريدون كل واحد موالي لهم لازم يصير وياهم. تخيل احنا بالنسبه لو تسال هسه الدكاتره وين هالمضبوطين الاولين عمي هاي الاغتيالات هاي عبالك تخلص هي بالعراق ما تخلص عمي هاي احزاب تابعه لايران واتحداهم هسه الحكومه من مصطفى الكاظمي والى اصغر موظف اتحداه يطلع بالتلفزيون يحكي على ايران اتحداه يقدر يجيب طاري ايران قد الشعره عمي هاي الحكومات المتعاقبة يا أستاذ عمر هاي جاية لإطاحة هذا الشعب بعد توفى النوم أكثر من هذا. أستاذ عمر بالنسبة للعراق أخذها من عندي والله إذا ما انتكاتف ونصير عيد واحدة والله لا يستباحون بينا واحد واحد ما تخلص العالم من عجوم لا الدكتور خلصان لا المسؤول الأولي خلصان
عمي هاي جاي عصابات جاي تدمر هذا الشعب هذا. لي وين بعد يوصلون استاذ عمر؟ اسالك بالله عليك لي وين بعد؟ وين نوصل؟ يعني بعد ايام من تغريده قيس الخزعلي اللي يتهم بها جهاز المخابرات وان بان دولة الامارات العربية يعني يدار هذا الجهاز كما يقول طبعا هو، تاتي عملية اغتيال عقيد في المخابرات. استاذ عمر الله يخليك، هسه يا الحكومة تقدر تحكي ويا قيس الخزعلي؟ يا انت لابس عمامة، انت جابك على السياسة، جابك على السياسة. استاذ عمر والله العظيم خذها من عندي، هذول كل واحد عنده ميليشيات خاصة إليه تابعة لإيران تشتغل، روح نفذ فلان شي نفذ. عم ساحة المعركة داخل العراق، عم سيقول لك أمريكا، عم من أنا على أبو أمريكا لأبو الجاب أمريكا، عم مو اللي سويته أكثر من الأمريكان أنتو. مو لعبتوا بالعراق طوب أنتو، لا الأمريكا وحش، والله أنا على أبو أمريكا لأبو إسرائيل عمي، بس مو انت دمرتونا، انت من الشعب العراقي. هسه عمي خلينا نقول دول كفره يهود، مو انت اسلام، انت اسلام. واتحدى هسه المرجعيه تطلع وتقول دم المسلم على المسلم حرام، اتحداه سنه وشيعه حتى يجيك من الاخير. عمي ابو عراق من الفلوجه كان معنا، ابو سجاد من بغداد. ابو سجاد شلون نشوف هذه العملية، عملية اغتيال ضابط المخابرات؟ يعني تدري هذا الجهاز الحساس المفروض حتى هويات اللي يعملون به غير معروفة لأي جهة في داخل الدولة، من أجهزة الدولة نتحدث وليس للمواطن العادي. شلون عرفوا هذا يشتغل في الجهاز وشلون تعقبوا برأيك وتم اغتياله في وضح النهار في حي مسيطر عليه أمنياً؟ السيطرات موجودة في كل مكان، الكاميرات رصدت العملية، ولغاية الآن لم يتم إلقاء القبض على القتلة، يعني اللي قتلوا دعوا هم قبل أيام اللي قتلوا أبو المحامي المختطف علي سجاد أو علي جاسب، يعني الله يرحمه جاسب انقتل منه ماكو ساعة وطلع لك مدير الشرطة بالعمارة قال لك إنه اللي قتل ابن عمه والموضوع موضوع عائلي. زين هذا ضابط بالمخابرات وعقيد يتم اغتياله في وسط العاصمة بغداد؟ تفضل أخي أبو سجاد. عزيزي دكتور عمر تحية طيبة لك ولكافة مستمعين قناتكم المحترمة. يا أهلا. ما نوهت عنه أنه المنفذين هم أساساً مخترقين أجهزة الدولة، وما نوهت إلى جنابك من المفترض بأنه رجال المخابرات يعملون بهويات سرية. زين هذا بروتوكول معمول به دوليا الا العراق، لان العراق فاقد سياده الدوله اللي مسيطره عليها عصابات الاحزاب الولائيه اللي هي مقسمه الوزارات ومخترقه اجهزه الدوله بكافه مفاصلها. فاحنا بالنسبه لنا في حال اذا ارادوا يختارون ضابط مخابرات لو كان في دوله اخرى لقامت الدنيا ولا قعدت، اما في العراق فهذا الامر يعتبر كله بيجي من اوامر من خارج الحدود، فنحن نعيش معاناه العالم الله فيها، وعيشه الشعب العراقي عيشه بالقدره، قدره الهيه كيف انه هو عايش وكيف بيمارس حياته اليوميه، كيف انه يطلع للعمل، يعني بوجود هذه العصابات وتعتبر أعمالها زادت وعبرت أعمال المافيات العالمية. يعني مشتكى لله. نعم. يعني المفروض أنه المجتمع الدولي. نعم. وكان من المفترض أنه كنا نأمل من زيارة البابا فرانسيس في العراق أنه يكون أكو التفاتة دولية وينوح على المجتمع الدولي أنه يوقف على العراق للخلاص من كل أحزاب الولائية إلى إيران، ومن يوالي إيران ولا أمريكا ومن يوالي أمريكا. لأن يعني العراق ما يستحق لا هو ولا شعبه أن يكون بهيك مستوى وهيك يعني مرحلة، ومع كل الأسف. زين أبو سجاد، تغريدة قيس الخزعلي قبل عملية اغتيال الضابط بأيام قليلة قال بيها بأنه بناء على ما نقلته مصادر موثوقة كما قال عن مجيء فريق أمني إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي، هل يعقل هذا الشيء؟
يعني عزيزي دكتور عمر. نعم. بالنسبة للأمين العام قيس الفزعلي هو من الرجال الموالين والأوائل الموالين في العراق إلى ولاية الفقيه إلى إيران. فمن المؤكد بأنه تكون عنده أكو معلومات دقيقة استخباراتية ومخابراتية على أعمال راح يعني تجرى وراح تكون موجودة فينوه لها. فهذا تسويق إعلاني، تسويق إعلاني إلى مرحلة العالم الله بها أنه هالرجل هذا الرجل موصول في مرحلة محددة معينة أنه قاعد يبرز. هو ما شاء الله هو شو صاير تويتر، يعني أريد أحكيها بالمصطلح الجلسي يعني العراقي. نعم. صاير تويتر يعني تصريحاتهم هم دي، يعني تغريدة تشعل العراق وتغريدة تطفى العراق، تغريدة تنيم العراق وتغريدة توقع العراق. يعني ما نعرف احنا هذول الناس هذا كم سلم من العمائم حشتنا الفاردة اللي ولاها غير الوطن، اللي تاجرت باسم الشعب، اللي تاجرت باسم الدين، قامت تتحكم بمصير العراق. وين الشعب العراقي اللي نايم؟ ليش بالشكل؟ المجتمع الدولي ليش ساكت؟ إلى متى؟ إلى متى؟ يعني ما يشوفون اليوم راح صار على الشعب العراقي بهذا المستوى وهذا المنحط، وما راح يوظف المجتمع الدولي باشر عقبه ترى يصير وياهم. هم كذلك راح يصير عليهم وراح يجر عليهم. ليش العراق؟ العراق منو من الدول ما ياكل فيه؟ الدول الجارات السوء اللي دار مدايرنا واللي حتى عبر المحيطات. ماكم انتم متفعين من خير العراق؟ ليش هالشكل يعني جاي يتفرجون على الشعب العراقي وعلى العراق جاي يتدمر بسبب ايران وبسبب غير ايران؟ هم كم يعني فاسد، كم عمامه فاسده، كم عقال فاسد، كم افندي فاسد، اخذهم اخلصهم، اخلص الشعب العراقي كله من عندهم، او ابني عمليه تفكير عمليه سياسيه جديده وابني العراق من جديد. نعم. ابني العراق من جديد. أنا أشكرك أبو سجاد من بغداد. كان معنا أبو زينب من البصرة. أبو زينب، شلون تشوف عملية اغتيال ضابط في جهاز المخابرات في العاصمة بغداد؟ نعم، السلام عليكم صاحب. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أخوي، أشكر قناتك. يا هلا بيك. بالنسبة للضابط هذا اللي اغتيل، نعم، ليت حسين ضابط بالمخابرات رفع المستوى. نعم. هذا يعني الكل بالعراق وخارج العراق يعرفون منه اللي اغتاله من الميليشيات. نعم. يكون اعلى من ضابط وحتى لو يكون كلها جاي يقتل العفو من قبل الميليشيات والاحزاب، مو بس يبقى على ضابط لو على غيره، بس يكون هم المحصنين على نفسهم. صحيح هم باسم هذولي اللي بيناتهم محافظين على انفسهم كدوله. فاستاذ يعني اللي يريدوه اذا يريدوه يلتفون على واحد بيناتهم، يتفقون مثلا من الميليشيات الحزب الفلاني، هاي اقوى جهه لو اعلى ضابط هنا بالعراق يقتل. نعم. زين، ليش برايك يتم اغتيال ضابط في هذا الجهاز الحساس؟ لانه هذا باعتباري حزب، هذا ايش لهم خطر مثلا او من الجهه الفلانيه المضاد الفلاني لهم. فبالنسبه بغداد وتلقى في وضح النهار بين النهار وفي وضح الليل، اي ساعه من اليوم بالليل او بالنهار هم يقتلون اللي يردوه. لو بعدين هاي كواتم وغير اغتيالات، هاي مثل العادية ترى، هاي سوى ناس الأحزاب بعدين تسرب هاي الأمور، تسرب هاي الحكي، تالي يطلع الضابط أو غيره أو أي شخص من الميليشيات. مستحيل واحد يشيل السلاح على أخوه من المواطنين كمواطن يقتل المواطن. نعم. هل يمكن ربط عملية الاغتيال مع تخوين قيس الخزعلي قبل أيام لجهاز مكافحة أو جهاز المخابرات؟ نعم. هل يمكن ربط عملية الاغتيال مع تغريدة قيس الخزعلي اللي خون جهاز المخابرات؟ مستحيل أستاذ، مستحيل. قيس الخزعلي هو إذا مو مستحيل، إذا مو من جماعة أخرى لأنهم وبعضهم أولياء بعض. لا لا، ما مو من جهاز المخابرات ما يقتل نفسه. مستحيل، ماكو بأي حكومة. نعم. زين،
وبعدين هذا اللي يصير، هاي الامور اللي هاي لو بغير دوله تسمى دوله ما كان هسه الحكي، وما يصير هيك اغتيال اصلا. يغتال واحد رفيع المستوى ضابط بالجهاز المخابرات اللي موالي للدوله، يغتال في نص العاصمه في وسط العاصمه، مستحيل هذا الحكي. أنا أشكرك أبو زينب من البصرة، كان معنا اتصال أم محمد من كربلاء. تفضلي أم محمد. ألو. نعم تفضلي. ألو. أسمعك. أنا أم محمد سامية باقر إسماعيل. تفضلي. باب الخان بيتنا. أنا فقدت أهلي كلهم، بقيت بس أنا وحيدة فريدة وزوجة عسكري، مهماتي مهمات عسكرية وليس مدنية. ما أعرف يعني أتجامل وياه الثاني، وقاعدة ببيت خرابة أو قاص بدولة، فقدت أولاد اثنين. شو وقت فقدتيهم؟ محمد وحسام. شو وقت فقدتيهم؟ والمعاملة بس جاوبيني أم محمد. أم محمد تسمعيني بس، على كيفك وياي، على كيفك. شو وقت فقدتيهم؟ وين كانوا؟ فوق ما عندي. إيه أوكي. وكل أحد ما عندي. نعم. نصلي التلفزيون حتى أفتهم عليك يا أم محمد، الله يخليك. نص التلفزيون للأخير. حياة عسكري ببغداد. تمام يا سنة. 27 سنة خدمة حياة زوجية. تمام تمام. فلشوا بيتي، راح البيت. منو اللي فلش؟ بيتي راح، جهالي كل واحد يفشروا. وأنا وحدي. نعم. احنا ماذا تجاوبيني؟ ماذا تجاوبيني؟ ملفات عندي بالدولة قديمة. ماذا تجاوبيني؟ ملفات بوزارة الداخلية بال 86 على كتلة اخويا محمد ماكو تنفيذ. وبال 92 هددوني بولدي وطلقت. نعم. المشكلة انه محمد مصرة انه احنا بدنا نسألها ماذا تجاوبنا ومعالية التلفزيون. والكلام مرة 86، مرة عندي ولد اثنين، مرة عندي ابن. ماشي احنا دا نسألك، ولدك شو وقت انكتلوا وين كانوا؟ بالجيش، بالشرطة، بالحشد، وين كانوا؟ حتى نفتهم من عندك، حتى رسالتك توصل الى الجهات المعنية. يا ام محمد اني اشكرك من كربلاء كانت معنا. طبعا سبقت هذه الاتهامات، اتهامات قيس الخزعلي، اتهامات اخرى للمتحدث باسم ميليشيا حزب الله ابو علي العسكري بشأن تعاون الجهاز مع الأمريكيين في تنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس العام الماضي، ونفذت عملية اغتيال الضابط في منطقة خاضعة للتجديدات الأمنية، ما يشير إلى نفوذ المهاجمين وامتلاكهم غطاء يتيح لهم دخول المنطقة التي تحوي منازل نواب برلمان وضباط وقيادات أمنية مهمة. أيضا اليوم الثلاثاء كشف مسؤول أمني عن تشكيل لجنة تحقيق عليا كسابقاتها من قبل رئاسة جهاز المخابرات بشأن حادث اغتيال الضابط، وتوصلت في اليومين الماضيين إلى أن الحادث ليس إرهابيا، وهو ما ترجحه أيضا شرطة بغداد وقوات الجيش الموجودة في منطقة الحادث، مضيفا بأن الاتهامات تتركز حاليا على جماعة مسلحة لها تمثيل في البرلمان، وحاليا يجري تحليل هاتف الضحية وآخر اتصالات تلقاها لوجود ما يستدعي ذلك. طبعا يعني هم يصنفون هذا إرهابي وهذا مو إرهابي، هو اللي يقتل إنسان بريء هذا عمل إرهابي إن كان من داعش أو كان من الميليشيات، فنخلي خطين تحت هذا أنه العمل مو إرهابي، يعني مو من داعش ولكن من فصائل مسلحة إلها تمثيل داخل البرلمان. اللي يريدوا إرهابي إرهابي، واللي ما يريدوا إرهابي حتى لو يفلش البلد ما يريدوا إرهابي. المصدر أكد بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، بل وحققت تقدما في التوصل إلى الشخص الذي نفذ عملية الاغتيال، وجرت مراجعة كاميرات مراقبة خاصة بالمكان كاشفا عن وجود توصيات من قبل جهاز المخابرات لضباطه بالحذر بسبب تهديدات من قبل ميليشيات سماها ناشطة في بغداد، وهي ضمن محاولات ترهيب الحكومة وإخضاع جهاز المخابرات لسيطرة أطراف بفصائل مسلحة معروفة وفقا لقوله. إذا تعرفون القاتل المفروض أنتوا كجهاز مخابرات ما تتحدثون، ما تصرحون بهذا التصريح، تروحون تلقون القبض عليه
وتجيبه بلحظتها. معنا اتصال إياد من بغداد. تفضل إياد. إياد تسمعني؟ تفضل عيني. أسمعك أستاذ عمر شلونك؟ تفضل عيني، أهلا وسهلا. يا هلا بيك، الله يسلمك. رأيك في عملية اغتيال ضابط في العاصمة بغداد، ضابط تابع إلى جهاز المخابرات؟ تفضل. والله صار من العمل وكاميرات موجودة مراقبات وهاي. نعم. ما شنو قلت له الحكومة القوات الأمنية. نعم. نعم ألو. أسمعك أخي، تفضل. في قوات الأمنية بغداد هم ما يحصلون على كاميرات وطب قلت له ضابط. نعم. الميليشيات هاي تساعد ميليشيات. نعم. شنو هدف الميليشيات باغتيال هذا الضابط؟ نعم. معنا اتصال مصطفى من دياله. تفضل مصطفى. مصطفى من دياله تسمعني مصطفى؟ انقطع. من البصرة اكو اتصال قطع كذلك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عبد الخالق العزاوي في حديث له مع صحيفة العربية الجديد قال بأن التحقيق في اغتيال الضابط في جهاز المخابرات يجري بسرية تامة من خلال الجهاز نفسه، خصوصا بأن هذا الخرق يعتبر كبيرا جدا من خلال استهداف شخصية أمنية تعمل في جهاز أمني حساس. بيّن بأن عدم كشف الجهة أو الأشخاص الذين يقفون خلف عملية اغتيال الضابط في جهاز المخابرات ستكون له تبعات أمنية خطيرة، فهذا قد يدفع للقيام بالمزيد من هذه العمليات الإجرامية بحق الضباط ومسؤولين آخرين في الدولة العراقية. يعني عدم كشف الجهة والأشخاص الذين يقفون خلف عملية اغتيال الضابط في جهاز المخابرات ستكون له تبعات أمنية خطيرة. يعني شو يعني يا أخي؟ والله عجيب. جهاز مخابرات أكيد هذا الأمر مخترق، يعني هذا الجهاز مخترق حتى يعطي هويات وتحركات الضباط اللي تابعين إله، فليش ما تعلن إذا عندك أنت هوية القاتل أو الجهة اللي قتلت هذا الضابط؟ المهم، أضاف النائب بأن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان سوف تبقى تراقب وتتابع سير عملية التحقيق بهذه القضية، وسيكون لها موقف في حال لم تتمكن الحكومة من كشف الجهة التي تقف خلف عملية اغتيال الضابط أو ربما لا تكشف عنها لأسباب أخرى. معنا اتصال أبو زياد من الفلوجة. تفضل أبو زياد. أبو ذياب من الفلوجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بك. نستنكر هذا الفعل الجبار من قبل الميليشيات الموالية لإيران. هذا الضابط بالمخابرات العراقية أستاذ، هذا الشيء مو غريب عليهم، كل يوم يقتلون وقبلها قتلوا المتظاهرين. نعم. وما خلوا متظاهر وما خلوا واحد من قرائبهم إلا وقتلوا. وإيران لازم العراق لعبة بيطابة من أنا الحدود ومن أنا يقولون أكو جيش عراق، وهو أصلا لا أكو جيش عراق ولا شيء. لا من صدق أكو جيش عراق، مين يقولون الميليشيات يقتلون بالشعب العراقي؟
ويقولون على صدام حسين دكتاتور. صدام حسين مو دكتاتور، صدام حسين دافع عن العراق لمدة 13 سنة، حارب أمريكا لمدة 13 سنة حصار دافع عن العراق، وأمريكا قتلته لأن هو وقفوا مثل ما جيبارة وقفوا بوجه أمريكا. زين برأيك أبو ذياب، برأيك ليش 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 يختالون هذا الضابط في جهاز المخابرات؟ برأيك أجابك أستاذ. تفضل. ضابط عراقي وطني عنده غيرة على وطنه. قتلوه لأن هو عراقي أصيل. قتلوه لأن هو عراقي أصيل. وهذا الشيء معروف. أبد مير يجون أي ضابط بالجيش العراقي أو بالمخابرات مير يجون أي شخص وطني. يلقون أي شخص وطني يقتلون هذا بعده قبل يقتلونه. يصفونه لأن هم أصلاً موالين. شلون قدروا يوصلوا له؟ بإذن الله سبحانه. نعم. شلون قدروا يوصلوا له وهو في جهاز بإذن الله سبحانه وتعالى جهاز أمني حساس يجي سيدنا المهدي ويحرر العراق وتتحرر سوريا وتتحرر اليمن وتتحرر فلسطين بإذن الله تعالى. وشكرا لك أستاذ العزيز. أبو ذياب من فلوجة كان معنا. جمال من أربيل، أخي جمال كيف تم التوصل أو الوصول إلى هذا الضابط يعني عقيد في المخابرات يعني أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بك يا اخي. هي هاي دوله يعني انت تشوف يعني السيطرات وكل مكان منتشره يعني ماكو اقل من 100 متر تلقى سيطره، اقل من 50 متر سيطره، وين جاي من رايح هويتك يعني. المقوله ما شافوا هذا اللي طب قتل وطلع اذا ما هم متواطئين وياه او عندهم علم بهذا الشيء. مو صحيح. نعم يعني أنا دا أتعجب على هيك بلد، على يعني مع احتراماتي للشعب العراقي إحنا شعب بطل، شعب يعني عندنا حضارة آلاف السنين عمرها، يعني ما نقدر على هذول الشلة الفاسدة ما نقدر نطردهم نظاهر بوجههم ونقوم بوجههم. يعني ما أعرف الشعب العراقي اللي شنو صار بي. نعم يا أخي والله رايد إن الانتفاضة مثل ما يعني إحنا مثل أخواتنا في مصر، مثل أخواتنا اللي تونس، مثل أخواتنا اللي الوطن العربي كل يعني كلنا أتباع وعندنا غيرة. يعني هذول الشلة الفاسدة اللي جونا من إيران وجونا من 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 الرزقة بالدول الخارجية اللي عاتنا يصير براسنا شرفاء أو العمامة عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هم يلبسوها حرام، والله حرام واحد يقول عليهم هذول ملالي او ساده او فتشي او يطرح الدين بلسان حرام اصلا. ليش احنا ما نعرف الدين وما نعرف الله ما نعرف. نعم انا اشكرك اخي جمال من اربيل. ابو سيف من ديالى، تفضل ابو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. شلونك حبيبي استاذ؟ يا هلا بيك يا هلا بيك، تفضل اخي. انت شوف الوضع، يعني الوضع بالعراق كلش تعبان وعندكم علم انت استاذ. انا متصل بالوزاره الداخليه احكي لك علي. استاذ انسجن اشهر وطلعت 14 ومن 14/10 ليها اليوم يعني ترفض تقبلها هي أي دولة. يعني سجلت أنا متسب بالدولة لحد أنا ما عند راتب وأنا صاحب عائلة، يعني من يروى أستاذ؟ يعني هو هذا وضع أحضار بهالدولة. أنت كنت منتسب بالداخلية يا أبو سيف؟ أنا هسه بعد منتسب بالداخلية وقاعد أداوم. أنا تكفلت أخويا تكفلت أخويا على مال خارج الـ عن القانون، يعني مع 4.5 مليون سنة وقعنا على وسط الأمانة سنة أخو. تمام. رح نعيد بسبيل إنه أني كفيل. تمام. لأن أخويا بصراحة أراد مالي من هذا كنا عملنا أخويا أراد فلوس على زي فوق الـ4.5 مليون ما طاع. أنا وقعت بها ككفيل استجنت 4 أشهر من السجن. طلعت من السجن استاد ولحد هسه يا بليش بتطون راتب؟ والله تم قاع وصل أمانة خيانة أمانة جلالة خيانة أمانة استاد رحمة على وجه خلت أمانة الدولة. بكت الحكومة ولحد الآن أنا ما عندي راتب و57 سنة عمري وخدمت الوطن وخدمت العراق وهسه أنا قاعد وما عندي رواتب وقاعد بأجار ومزوجة ولدين وعندنا أمراض وزوجة مريضة. أنت تقبلوها القانون يقبلها ولا شنو خيانة أمانة؟ والله يجي أمر من الوزارة حتى تنفصل. بعد هاي خدمتي وين راحت؟ استاذ رحمه الله خدمتي فوق 40 سنة جيش وشرطة خدمت.
نعم زين هذا موضوع هذا موضوع مدني، شو له علاقه بالراتب مالتك؟ علاج وزير الداخليه يسوي له حل. صار لك كم شهر ما مستلم راتب؟ صار لك كم شهر؟ صار لك كم شهر ما مستلم راتب؟ 14 ما مستلم راتب، واني مسجون المفروض يطلبون نص راتب، كان انا متسجل وما طوني، هاي كلها ما طوني. يتقبلوها استاذ انا عمري 57 عندي 10 اطفال. نعم. فانا اريد يعني استشهد الوزارات، استشهد المسؤولين، يعني مثل يعني من تسمع دوام بلاش. رايح جاي يوميا والله العريض حتى عنده قصر بقلب الساعة. نعم. اي والله الشتاء ما عندك العافيه، وان شاء الله صوتك يوصل ومسموع، والله يفرج عنك. اخي ابو سيف من دياله كان معنا. طبعا احد الخبراء في الشان السياسي والامني تحدث الى صحيفه العربي الجديد وهو محمد التميمي، وقال بان اصابع الاتهام توجهت نحو الفصائل المسلحه بعمليه الاغتيال، كونها الجهه الوحيده القادره على اختراق حظر التجوال والدخول الى منطقه المنصور بالاسلحه وتنفيذ عمليه كهذه، وعلى مقربه من السيطرات الامنيه. ويوم الاحد كان طبعا حظر في بغداد، وبين بانه نعتقد بان هذه العمليه تأتي بالتزامن مع اتهام عدد كبير من ضباط جهاز المخابرات بالتورط بقضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وكذلك اتهام الجهاز بتنفيذ أجندات خارجية. فهذا التحريض بكل تأكيد يقول تكون عليه ردود أفعال من قبل عناصر تلك الميليشيات. وتابع بأن عملية الاغتيال هي رسالة واضحة ومباشرة من قبل الميليشيات إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن ربما الحكومة لا تعلن أو تكشف عن تلك الجهات حتى لو توصلت للجهة المتورطة بالعملية بسبب الضغوطات السياسية التي دائما ما تكون حاضرة وفاعلة في هكذا قضايا حساسة ومعقدة. وسيكون ملف تحقيق اغتيال الضابط حاله كحال ملفات التحقيق السابقة في قتل واغتيال المتظاهرين والناشطين. معنا اتصال صباح من بغداد، فضل صباح. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. الكريمة. أهلا وسهلا. بالنسبة لهذا الموضوع، الملف الأمني الموجود داخل العراق وتحديدا بغداد، يعني بغداد يعني موزعة، القواطع كلها موزعة، أما داخلية أو دفاع. هذا يدل على أن كل الأجهزة الأمنية والوزارة الدفاع والداخلية مخترقة من قبل الحرس الثوري على أيد الميليشيات الطائفية. والدليل هاي الاغتيالات اللي جاي تصير، صار أكثر من يعني 18 سنة هذا الموضوع مستمر، ورئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وسابقيه كلهم شكلوا مجالس تحقيقية بأي عملية اغتيال تصير لأي عراقي. احنا بغض النظر عن انتماءه، يعني سواء من الجنوب أو من الغربية أو كلنا عراقيين، لكن القرار ورئيس الوزراء بتشكيل هاي اللجان كلها تسويف، يعني ما ألقم القبض على أي جنات وعلى أي شبكة. وكل العراقيين حاليا في جنوب العراق وغرب العراق يعرفون من وراء الاغتيالات اللي جاي تصير، سواء كانت عن ناشطين في جنوب العراق، ماكو إرهاب جنوب العراق، ماكو داعش، يعني بالبصرة وبالنجف وكربلة وبالناصرية ماكو مجاميع وخلايا إرهابية لداعش. الموجود هناك حشد شعبي، فهو هذا الحشد الشعبي على إيده يتم تصفية كل من يعارض سياسة الحكومة ويعارض توجهات الحكومة ويطالب مثلا بحقوقه أو يطالب في محاسبة الفاسدين. هذا الملف كل الشائك مع محاسبة الفاسدين، أي شخصية عراقية يطالب بهذا الملف محاسبة الفاسدين ويطلع الفساد الموجود بالسياسيين، راح يتم تصفيته على إيد هم نفسهم. جهاز المخابرات هو مخترق والأمن الوطني مخترقين. فشوف هاي التصفية شلون عرفهم هذا عقيد أو ضابط مخابرات يداوم، وعنوانه شلون طلعوه. المفروض ضباط المخابرات تكون عليهم يعني دقة في إخفاء المعلومات عنهم. شلون قبل أيام نفس التساؤل اللي يطرح الآن على يعني بين العراقيين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يقولون بأن عملية الاغتيال جاءت بعد أيام قليلة فقط من تغريدة زعيم ميليشيا العصاب قيس الخزعلي اللي اتهم بها صراحة جهاز المخابرات وخونه، وقال بأن هناك يعني الآن أصبح يدار من قبل دولة الإمارات. تم اغتيال هذا الضابط
في يوم في يوم حظر وفي منطقة فيها الكثير من المسؤولين، فيها الكثير من السيطرات، كاميرات مراقبة، في جهاز حساس جدا. شلون نقدر نربط بين تغريدة الخزعلي واغتيال هذا الضابط؟ هل هناك ربط برأيك؟ بالتأكيد اكو ربط دكتور. نعم. عمر قيس الخزعلي من هدد قسم من ضباط المخابرات اللي وصل معلومات على سليماني والمهندس، يعني هذا ما حكى اعتباطا، حكى جاي يهدد جهاز مخابرات وتحديدا يهدد رئيس الوزراء، لان هو يعني كان بس على حتى جهاز المخابرات. حتى نكون يعني بالصوره انه لغايه الان ليس هناك وثيقه او دليل على تعاون جهاز المخابرات مع الجانب الامريكي في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني. تدري انت الامريكان مسيطرين على العراق، على اجواء العراق وعلى داخل العراق، فهذا الاتهام طبعا يتخذ ذريعه من قبل الميليشيات. تفضل. قيس الخزعلي من يهدد بجهاز مخابرات ويقول نعم. علي مخترق وطلعت معلومات من عندهم، هذا يدل على ان وراء مرض على هذا الجهاز، وعنده قوائم، مو شخصية واحد بس قتلوه، عندهم قوائم للتصفية في جهاز المخابرات. يعني احنا دولة اللا قانون، الدولة هي اللي دولة اللي جاي يدير بيها المالكي وهادي العامري، قيس الخزعلي ومقتدى الصدر وابو فدك وهذول ابو حزب الله، هم الدول جاي يديرون الدولة الخفية نريد نسميها. يعني لا مصطفى الكاظمي له دور ولا يقدر يحقق حتى في الاغتيالات اللي جاي يصير بالعراق، والدليل ما كشفهم اي شخص، لان اذا اللي يعرفون وراء لو حشد لو وراء هي نفسها الاجهزه الامنيه اللي جاي تقتل، والدليل ان الموجود المنطقه القاطعه الموجود به جيش وباتحاديه وبهم بمخابرات وبكل شيء موجود عندهم، ليش ما مسكم ذول الناس الارهابيه اللي قتلهم هذا الضابط؟ لان هو جزء من عندهم وشايل باجات وما حد يقدر يحاسبه، وهو كان يوم حظر تجوال من السهوله السيطره على المنطقه بالكامل، اقفالها ويشوف منو جاي يفتر منو طب غريب، لكن هو جزء من منظومه امنيه، هذا اللي جاي يقتل وما داير بال للسيطرات الجيش والاتحاديه والمخابرات وغيرها، ويقتل بكيفه، هذا يعتبر فوق القانون، واللي فوق القانون والخارجين على القانون بس هو قيس الخزعلي والحشد الشعبي والحشد نعم. الولائي اللي تابع لإيران، وقبلها الاغتيالات اللي صارت في الجنوب اكثر من 800 شهيد من المتظاهرين من وراها، نفسهم هم جنات واحد، الجنات نعم. منطوين تحت رايه الحشد الشعبي، ومصطفى الكاظمي يعرف من اللي جاي يقتل بس ما يقدر يحكي، لان اذا حكى وكشف مجلس تحقيق واحد باي قضيه اغتيال يعرفون مصيره ايش راح يصير، لكن العراقيين نعم. الشرفاء يعرفون من اللي جاي يقتال بابنائهم. اخي صباح، قبل ما يعني تروح اريد اسالك تساؤل، يعني شنو فريق امني اماراتي يدير جهاز مكافحه المخابرات مثل ما قال قيس الخزعلي؟ هل يعقل هذا الكلام وهاي الأجهزة؟ هذا اللي هو العراق كله والحكومة بإيدهم، هم هذه الميليشيات هم الممثلين الحقيقيين لهذه الحكومة، وهم من يسيطرون على مفاصل الحكومة. يعني دكتور عمر كأنه يخون نفسه. دكتور عمر يعني هذا الكلام غير معقول. دكتور عمر كلها صراعات سياسية نعم. وتناحرات، ويريدون يحرقون ورقة جهاز المخابرات بالعراق، وين نعم. يشمروا؟ لا، يا أما السعودية، يا أما قطر، يا أما الإمارات، يا أما تركيا، ما عندهم أو بعثية، ما عندهم غير هذا الموضوع نعم. هذا الفشل الأمني بالحكومة العراقية وين يشمروا؟ يشمروا برأس المخابرات نعم. ويشمروهم الإمارات وغير الإمارات، ولا ماكو يحكي من يعقله نعم. المخابرات يديرها الحرس الثوري الإيراني نعم. احنا خلنا نحكيها بصراحة. أنا أشكرك أخي صباح من بغداد. طبعا بقى عندنا 4 دقائق تقريبا. اليوم حصلت اشتباكات بالأيدي داخل مستشفى ابن النفيس كما أكدت مصادر صحفية مستشفى ابن النفيس في بغداد، بين قوة أمنية تريد اعتقال جريح كان برفقة صاحب الدراجة اللي انفجرت في منطقة المشتل، وبين عناصر من ميليشيا العصائب كذلك، من ميليشيا العصائب. خلونا نشوف المقطع بسرعة، نشوف المقطع، مقطع انفجار الدراجة، هذا المقطع اللي انفجرت به الدراجة. تمام. المصادر أشارت إلى أن ميليشيا العصابة اقتحمت مستشفى ابن النفيس بثماني مركبات وطوقت المكان ورفضت اعتقال الجريح، وهذا ما اعتبره مراقبون محاولة لطمس الأدلة على حقيقة الجهة التي ينتمي إليها صاحب الدراجة ومن كان يرافقه، خاصة وأن الكثير من عمليات التفجير والاغتيال التي جرت مؤخرا تنفذها
عناصر مسلحة تستقل الدراجات النارية. طبعا خلية الإعلام الأمني قالت بأن الانفجار حدث بعد ارتطام الدراجة بمركبة ما تسبب بحدوث خلل في الموارد أو المواد المتفجرة ما أدى إلى مقتل صاحب الدراجة وإصابة 4 أشخاص من بينهم العنصر الذي كان برفقة السائق. هذا اللي صار اليوم في بغداد بحسب مصادر صحفية قالت بأنه حصل حدوث اشتباكات بالأيدي داخل مستشفى ابن النفيس في بغداد بين قوة أمنية وبين عناصر من ميليشيا العصائب ترفض اعتقال الشخص الجريح اللي انفجرت هذه الدراجة. وتفاصيل أكثر راح تبين أكيد اليوم أو غدا إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.